التوأم، حتى التوأم عندما يولد يولد متطابق، ثم يبدأ كل واحد فيهم أو فيهما يعني أو فيهما يعني إن هم يتعرضوا لحاجات في حياتهم تبدأ تغير من الـ DNA بتاعهم، بتؤثر على الـ DNA بتاعهم. إزاي؟ ناخده مثال، توأم اتولد في القاهرة الاثنين متماثلين في الـ DNA ده، ده توأم. لما كبر راح عايش في حته بيستخدموا الخشب الحريق، بيستخدموا المكان اللي هو عايش فيه ده فيه دخان وفي مصانع بتطلع عادم وحاجات كده حته ثانيه، ماشي؟ فبدا يستنشق نسبه كبيره من هذا الدخان ومن هذا الكربون دايكسايد وثاني اكسيد الكربون والكلام ده كله، خلاص، من التلوث الجوي. اخوه الثاني التوأم عايش في مدينه يعني ما فيش احلى من كده من حيث النظافه، ولا يوجد اي مصنع على مسافه 50 كيلو من المكان اللي عايش فيه، لا يوجد حد بيشرب ويدخن سجاير بجانبه، يعني لعنه الله على السجاير ولعنه الله على الشيشه ولعنه الله على كل الحاجات اللي بتتاكل يعني. فبالتالي صحته والدي ان ايه بتاعه مش هيلوث بنفس نسبه التلوث اللي تلوثها اخوه في المنطقة اللي فيها دخان، وبالتالي الـ DNA ده بتاع ده بيختلف عن ده. واحد مثلا منهم جاله بعيد عننا جميعا فيروس معين، الفيروس ده أثر على الـ DNA في جسمه، فبالتالي أخوه التاني اللي ما جالوش الفيروس ده مش هيبقى متأثر، يبقى هنا اختلاف. يبقى إذا الحياة والتأثيرات بتخلي الـ DNA ممكن يبقى فيه شخصيات مختلفة. هذه واحد. يبقى في عندنا اثنين مومياوات اخين بس كل واحد فيهم عنده دي ان ايه مختلف عن الثاني. هذه واحد. اثنين، المومياوات تعرضت على مدار تاريخها لمؤشرات ومؤثرات كبيره جدا. اخدوا مثال، المواد التي استخدمت في التحنيط، صح؟ عندك مواد استخدمت في التحنيط مثلا، زي مثلا يعني الشمع بتاع العدل استخدم في التحنيط، بس استخدمت بعض انتشارات الخشب، بس الملح، ملح النطرون استخدم في عملية التجفيف بتاع الجسم، صح؟ عندنا مثلا البيوتامين هو القار أو الأسفلت أو الزفت، الزفت دي مش كلمة عيب يعني، الزفت دي وصف يعني، كويس؟ اللي هو الزفت اللي احنا بنحطه في الشارع، دي من ضمن الحاجات اللي الاسفلت بيتعمل منها، دي استخدمت في التحنيط بيسموها الكيوتر. اللي فيه كويس هو القار والقار، ماشي؟ تمام. كل الحاجات دي بتتفاعل كيميائيا على الجسد ذات نفسه، فبيبدا يغير من طبيعه الجلد بتاعت المومياء على مدار بقى مئات السنين. ثانيا، المومياء جوه تابوت درجه الحراره بتاعتها تصل الى درجات عاليه جدا من الحراره، لدرجة إن إحنا لما قلنا قبل كده أن مومياء صوت عن قيمة تعرض لحاجة اسمها ترنر سبونتينيوس كومباستيون، اللي هو الاشتعال الداخلي الذاتي، متخيلين؟ يعني ما اشتعلش نار يعني، يعني كل ما صوت عن قيمة كمومياء ما ولعتش نار يعني، لكن حصل لها إيه؟ حصل لها نوع من أنواع الاشتعال الذاتي الداخلي، وبالتالي لو بصيت للمومياء تكتشف إن هي صفراء جدا وسوداء جدا وربما اشبه من بعيد كده بحته الفحمه اللي انت شايفها باللون الاسود جدا. ده ليه؟ للاسباب اللي احنا ذكرناها دي كلها. زي طبعا اتفقنا ان مصر الطريق كان بيستخدم الفيتامين او القار او الزيت او الاسفلت، وبالتالي ده برضه بيدي اللون تلبسه. يبقى اذا الوان المومياوات ليست اشاره حقيقيه للون الجلد بتاع المصري القديم. دي مهمة جدا ان احنا نقولها. طيب حصل بقى التغيرات وحصل كل العمليات دي. الدي ان ايه بيتاخد من حتت كتيرة جدا في جسم الانسان، العينة دي بتاعت الحمض النووي دي بتاخد لو بيحبوا ياخدوها، بياخدوها من حتت كتيرة، ممكن جدا من شعرة في راسه، ممكن جدا من السلايفا يعني من الريق اللي انت بتبلعه ده، يعني من الريق اللي انت بتبلعه ده، ده ممكن لو واحد يعني بصق في كيس كده وراح ببعت البقه اللي او يعمل مسحه من بقه، مسحه زي المسحه
تكون تعرضت لكل اللي احنا قلناه ده، ده مش هيبقى بقى مكان كويس تاخد منه عين. خلاص الجلد تفاعل وتعامل، واللي تفاعل واللي اتحرق واللي اتحط عليه فيتامين واللي اتحط عليه بقار واللي اتحط عليه ملح واللي اتحط عليه مش عارف ايه، فكل